سيتي برالي الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ، شفنا كيفاش الجوله الثانيه وين نقولوا لايستر سيتي وين ضرب بقوه في هذه المباراه بعد ما كان منهزم في الدقيقه العاشره، وين كريس هو اللي سجل الهدف في الدقيقة العاشرة، شفنا بارنيس اللي عدل النتيجة اللي جا لصالح لايستر سيتي في الدقيقة العشرين، شفنا إيراك باتريس اللي سجل ضد مرماه في الدقيقة في الشوط الثاني في الدقيقة الخمسين، يعني نقولوا جيمس وين أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الواحد وستين، ديان اللي سجل هدف التعادل نقولوا هدف التعادل في الهدف التقليص النتيجة في الدقيقة 73، 79 دينيس يعود ويسجل الهدف الرابع لصالح لايستر سيتي. يعني شفنا كيفاش لايستر سيتي دائما بالخطة تاعها 4-1 4-1، برالي اللي لعب خطة 3-5-2، يعني كانت المباراة مباراة وين شفنا شمايكل رغم أنه تلقى هدفين لكن أنقذ المرمى تاعو كالعادة، شفنا جيمس شفنا كيفاش مارك شفنا جيمي باردي شفنا بارنيس شفنا دينيس، يعني نقولوا بلي جيمس والفيرد يعني كل هاد اللاعبين اللي أصبحت عندهم خبرة كبيرة في ميادين البريمير ليغ، شفنا كيفاش نياك يوب الحارس تاع برالي، شاهدنا كيفاش كيفن شفنا تشارلي شفنا روبي أشلي جورج، شاهدنا كيفاش كريس كذلك وين سجل هو الهدف الاول، لكن شاهدنا فاني كانت المباراه وين الشوط الثاني وين نقولوا باللي لايستر سيتي وين كان مسيطر في المباراه في الشوط الثاني وين سيطره كبيره وين عرف كيفاش يضغط عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجه تاعو رغم انه تلقى هدفين، لكن عرف كيفاش يحافظ على النتيجه عرف كيفاش يجي كيما نقولوا احنا يجيري المباراه عرف كيفاش يجيري المباراه، ما تقلقوش نقولوا باللي اللاعبين تاع لايستر سيتي وين اصبحت الاغلبيه مده 4 سنين وهما يلعبوا في رحبه كيما نقولوا حنا جيمس شنا مارك شنا جيمي باردي شنا كيفاش دينيس شنا والفيرد جيمس جينستون، يعني اللاعبين هذو وين صبحوا يلعبوا في كتله واحده صبحوا تفاهم بيناتهم يلعبوا من اجل النادي يلعبوا من اجل باش يلعبوا باش يفوزوا ما يلعبوش من اجل الشخصيه تاعهم ولا يلعبوا من اجل النادي يلعبوا باش يفرحوا الانصار تاعهم، على ذلك شناهم دائما وين تكون فرحه جماعيه تكون فرحه جماعيه خاصه وين شناهم كيفاش كانوا منهزمين عاودوا ولاو سجلوا في الشوط الاول اللي نقولوا شفنا كيفاش الشوط الاول كيفاش انتهى بالتعادل، الشوط الثاني شاهدنا اهداف يعني اهداف وكانت الفوز للايستر سيتي بالنتيجه والاداء، شاهدنا كيفاش هذه الجوله الثانيه لايستر سيتي يفوز على برالي في الدوري الانجليزي الممتاز لو بريمير ليغ صحيح.